بحب المدرسة، بحب السباحة. أنا بخاف من الحر وبحبهاش. ننضف ونتعلم. المدرسة حلوة. كنت أخذ معي الدفاتر والكتب. أنا بديش أضل عند واحد المدرسة. حلم أي طفل إنه يكون مع دفاتر وقلامه يروح مدرسته، يعني هذا الإشي انحرموه هما. غير خوفهم، غير الأشياء اللي عاشوها. حتى يعني لو رجع الدوام وخلص الحرب ورجع للدوام، نفسية الطفل تعبت تعبانة، يعني لسه بده، ما بعرف قديش بده فترة حد يرجع زي الأول، حيكون رايح وخايف. أحب المدرسة، أنا بحبش الحرب المرة. نفسي أرجع يا المدرسة، أنا بدي أرجع يا المدرسة. أنا مشتاقة يا الأنت كتير كتير كتير. أنا مشتاقة يا صاحباتي ألعب معكم.